السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي امين. ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم افكار وابداعات لبنى، ومرحبا بالناس الجداد. كنقول لكم شكرا 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 لكم بزاف، والناس القدام اللي دائما كيشجعوني وما كيبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينه الزوينه اللي دائما هي اللي كتحفزني نعطي الكثير والكثير. كيف ما تشوفوا معايا هذا البلاطو اللي لا شفتوا معايا راه فايته مصايبه بحالو، غير هو هذا مبدل عليه شويه، يعني غزال. هاد كنشوف هاد الحلوه هادي ماشي هي تكون فيها غزي ولا بنينه بنينه بنينه. هاد المقادير هادي الحلوه براوني ديال عطاتها ليا عالم نوره، راه ان شاء الله راه عندها فيديو، غتخلي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف. كنقول لكم نبداو ان شاء الله مع الفيديو وتشوفوا معايا الطريقه بالضبط. هنايا كيف ما شفتوا معايا عندي جوج اطار ديال الصور، وعندي هاد الورق الزجاج المرآت. هاد الورق اي ورق عندكم تقدروا تستعملوه. هنايا عندي هاد الرجيلات اللي انا غادي نستعمل، هما نورمالمون راه ديال البلاكارات، يعني كيبقى عندكم الاختيار ديال البلاكارات اللي عجبكم. عندي هاد ليستراس، وعندي هاد المرآت الصغيورين. انا شفتوا معايا الفيديو اللي قبل خدمته كله بهاد المرآت، ولكن قلت علاش لا نبدل وندير هاد اللي فيه ليستراس، يعني بيستولي ولا كول ضروري منهم. هنايا الاطار ديال الصور واحد غادي نحيد ليه هاك ما تشوفوا معايا هاد الكادر هذا، ونحيد ليه حتى دوك السنينات هادو اللي كتشوفي بايدي، حيت الفيديو ما نسيت ما تسجلش ليا وتحبت تسجل. هاد السنينات هادو غادي نحيدهم كلهم ضروري، ونلصق واحد مع واحد. هتشوفوا معايا الطريقه الصوره، لان الطريقه اسفه ما تسجلاتش. شفتوا معايا راه لصقتهم لتحت، واحد خليت لي هذوك السنينات حيت هو اللي غادي يكون البلاطو اللي غنحط فوق منه الحلوه، وواحد راه هو اللي غادي يكون فوقاني ما كاينلاش نخليو ليه السنينات. هنايا الداخل شفتوا راه هما هادو شتي بلاصتهم، راه ما حيدتهم. الداخل غندير ليه ليستراس، تقدروا ديروا ليه الورق، تقدروا ديروا التوب، تقدروا ديروا اي حاجه. بحال مثلا كنتو ما غديروش بيه الحلوه من الاحسن ما ديروش التوب، لا كنتو غديروا الحلوه ما ديروش التوب. انا درت لي هاد ليستراس، يعني ليستراس دغيا كنمسحهم وما غنديرش فيه شي حاجه ديال ليدام، راكم عارفين غير الحلوه ولا لي فيغين ولا الديكور اللي عجبكم. وهنايا لداخل انا درت لي كل ليستراس كله من الفوق حتى لتحت، وعلى برا درت لي ليستراس ودرت ليه هادوك هادوك الديكور ديال الزاج، كيجي غزي هو ديال البنات، كيجي فني هو. هاد البلاطو عجبني بزاف بزاف، كنتمنى حتى نتوما يعجبكم. انا غادي نكمل حتى الاخير الطريقه بين البنات، يعني انا اللي غنخليكم مع الطريقه تكملوها على خاطركم. وكنقول لكم الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم، وصيبوه حتى نتومايا علاش لا، يعني عوض ما تشريوهم غالي. هذاك الشيء دائما كنقولها لكم، تشريو الغالي الغالي الغالي، صايبوا نتومايا. وملي تملوا من الحاجه عاودوا صايبوا حاجه اخرى، يعني ملي كتصايبوا نتومايا بنفسكم يعني ما كيتقامش عليكم غالي، يعني ما كيتقامش عليكم غالي، وكتقدروا تبدلو. يعني الا شفتوا الحاجه غاليه يعني ما تقدروش كل مره تبدلو، كل مره تبدلو، وخصوصا انكم اللي كتصيبوا الحاجه كتصيبوها على ذوقكم. دائما كنقولها لكم كتصيبوها على ذوقكم وعلى الشكل اللي بغيتوا، يعني بغيتوا طاي صغيره، بغيتوا طاي كبيره. هذا هذا البلاطو مثلا بغيتوا ديروا منه طاي صغيره، بغيتوا ديروا منه طاي كبيره، بغيتوا ديروا موين. انا فيديو قادم ان شاء الله غادي نحط لكم نفس الشكل ديال هذا، يعني غيكون بحال اونصومبل ديال العلا ديال لي موشوار، يعني ديال السربيتات الصغيورين. انا نخليكم دابا قبيله كنقول لكم غير نخليكم دابا، نخليكم مع الموسيقى الزوينه، وما تنساوش ديروا لي لايك وديروا تعليق، خصوصا التعليق باحث التعليق ديالكم كيعجبوني وكيحفزوني باش نعطي دائما دائما الجديد. خليتكم في امان الله وحفظه، والى لقاء فيديو قادم ان شاء الله. نخليكم مع الموسيقى.